كلنا نعرف بوابة مكة المكرمة اللي على شكل مصحف في الطريق السريع، بس الحين القادم أفضل بكثير. كل مداخل مكة المكرمة حرصت أمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة على جعل بوابات مكة لها ارتباط حسي ولها ارتباط تاريخي بكل بوابة. فمثلا أعطيكم مثال، الحين هذه البوابة هذا الشكل حيكون شكل البوابة اللي جاية من الطائف في منطقة أسفل الهدى في نعمان. هذه البوابة حتكون بالشكل هذه. ليش اختير الشكل هذه؟ الطائف منطقة سياحية وهذه تتماشى مع المنطقة السياحية كاختيار الديزاين حقها. هنا هذه البوابة القادمين من المدينة المنورة اللي هي جهة الجموم، وحتكون بالشكل هذا الطراز العمراني والإسلامي. طبعا هناك ست بوابات حتكون بإذن الله، اللي هي بوابة القادمين من جهة الليث مع طريق الساحل، حتكون بوابة تجارية بحكم ارتباطها بميناء، وكذلك بوابة طريق جدة القديم وحتكون على شكل مكة القديم. وهذا كلنا نطمح أن يكون في ذاكرة كل شخص يزور مكة ارتباط الحاضر بالماضي، وهذا المهم. شكرا لأمانة العاصمة المقدسة، صراحة مشاريع جبارة وأعمال كسعوديين نكون فخورين بها، وكمسلمين من كل أنحاء المعمورة يأتون إلى هذه البقاع المقدسة يجب أن تكون على أرقى مستوى من الخدمات ومن الطراز العمراني. تطوير العشوائيات من مهام شركة البلد الأمين، واللي يرأس مجلس إدارتها أمين العاصمة المقدسة. طبعا هالمجسم اللي أمامكم هذا مجسم تخيلي على ما حتكون عليه مكة إن شاء الله في المستقبل القريب، واللي كلكم حتشوفونه. تعالوا معايا هنا هذه المنطقة، هذا الطريق القادم من جدة إلى جبل عمر بجوار المسجد الحرام، حيكون بالشكل هذا طريق الملك عبد العزيز اللي هو الآن طريق أم القرى. من المنطقة هذه لو تشوفون الطريق المضاء هذا هو طريق أم القرى، حيكون بالشكل ذا، طريق مستقيم مرتبط بالخط السريع يؤدي إلى بوابة جبل عمر واللي هي القائمة حاليا هنا فنادق جبل عمر، شركة مكة، عفوا دار التوحيد هنا، شركة مكة، وقف الملك عبد العزيز، والحرم المكي الشريف. فهذا الطريق إن شاء الله فحيكون بإذن الله الطريق بهذا الشكل ارتباطا بالطريق جدة السريع بأمر الله، ونرى مكة بهذا الشكل بعد أن يتم إزالة كل العشوائيات ويتم تطوير المناطق العشوائية على أحدث طراز بوابة مكة القديمة اللي على شكل مصحف، اللي هي تقع في المكان هذا. شايفين هذا الطريق السريع، كل المنطقة الصفراء هذه حيتم تطويرها. إيش حيتم تطويرها؟ مشروع اسمه بوابة مكة. إيش هو المشروع ده؟ مشروع سكني ترفيهي مجمع للدوائر الحكومية، يعني حيكون متنفس لأهل مكة. شايفين هذا المنتزه الوطني بمكة المكرمة، لو تلاحظون حيكون ألعاب مائية وحيكون فيه ألعاب ترفيهية ومسطحات خضراء وما إلى ذلك. في مجمع الدوائر الحكومية، كل الدوائر الحكومية الرئيسية اللي في منطقة مكة حتجمع في هذا المنطقة. كذلك منطقة المعاهد والكليات حيكون فيه مباني تعليمية كمان في منطقة اسمها منطقة المعارض اكسبو العالم الإسلامي. طبعا هذا حكاية ثانية، حيكون قلب هذا المعرض طبعا موقع المملكة العربية السعودية، ومن كل اتجاه يطلع شعاع لدولة إسلامية معينة. هذا الممر يأخذك إلى جناح الدولة هذه، كل أكلاتهم، تقاليدهم، لبسهم، كل ما يخص الدولة الإسلامية هذه راح تجده في هالجناح. فلذلك حيكون كل من يأتي إلى مكة المكرمة يتمنى أو يحرص أنه يزور هالمجمع ويشوف تقاليد الشعوب في الدول الإسلامية كلها مجتمعة في مكان واحد اللي هو اكسبو العالم الإسلامي في مكة المكرمة. وهذا الشرف لأبناء مكة المكرمة بالذات ولكل سعودي في هذا البلد. اتفقنا انه هذه المنطقة الصفراء ان شاء الله يمين ويسار البوابة، بوابة مكة الحالية، حيكون مشروع عملاق.